صارم في هذا الموضوع ومشاركتكم الخاصة والشخصية في تحرير كيريل فيشينسكي في كييف، كان أمرا ومثالا واضحا على هذا العمل. ونحن نقوم ب اقتراح وهذه تقديم هذه المبادرة للعمل من أجل الكفاح للتخلص من هذا الأمر في مجلس الأمن وفي المنظمات الأخرى. وللتو السيد زيس قد نوه إلى حرية الصحفيين، حيث أنه في الربع الأخير من هذا من القرن الماضي قد تعرضنا لهذه المشكلة، وكما أشار السيد زيس وأنا أتفق معه، وفي بعد الشهر سيكون هناك لقاء بين وزير خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مع زملائه من أجل مناقشة قضية السماح للمواطنين للتوصل إلى المعلومات الصحيحة تحت رعاية هذه المنظمة. سيتم السماح للمشاركة الشريفة ونزيهة والنشيطة من قبل المواطنين الراغبين في ذلك أو الأشخاص أو الجهات يجب أن نسعى إلى التوصل للحصول على المعلومات الصحيحة.